وقعت وزارة النفط العراقية عقدا استثماريا مع شركة محلية لإنشاء مصفاة في مدينة كركوك الغنية بالنفط بطاقة 70,000 برميل يوميا، وذلك بحسب ما أفاد بيان رسمي. وأكد وزير النفط جبار العيبي أن إنشاء المصفاة يمثل الخطوة الأولى للاستثمار في قطاع التصفية للوصول إلى طاقة إنتاجية من المشتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة.